سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تيك توك. كثير من المحاولات، قوموا بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تيك توك خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم، عن تيك توك خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على